هناك طائرتين من الجيش الوطني الشعبي قد أتت من الجمهورية الشعبية للصين بمنتوجات لها علاقة بأزمة كورونا والجانب الصحي، كما توعد به السيد رئيس الجمهورية. فنقلت هذه الطائرتين من نوع اليوشين بمئات الآلاف من البضائع، منها إذا سمحتم ذكر 8,500,000 كمامة ذات 3 مطويات وقناع أو أقنعة من نوع FPP2 خاصة بالأطباء. كلفت الميزانية البلاد 4,950,000. فهذه ما هي إلا بداية، طول هذا الشهر ستأتي كذلك بعض المنتوجات الطبية في طائرات من هذا النوع. 20,000 مجمع للكشف ويسمى بالكيت ديبيستاج، و 20,000 مجمع لنقلها لكيت للترانسبور. كل هذه الأشياء إن شاء الله ستأتي في هذا الشهر. أما في الأشهر على قصير المدى سكذلك سنأتي بمختلف أنواع الأدوية والوسائل التي تمكن نسق المستشفيات بالتكفل بالأطباء وبأعوان الصحة وبالمواطنين الذين يعانون من هذا المرض. هذه الهبة التي جعلت الجزائريين يتضامنون في مثل هذه المحن، فأحييهم بهذه المناسبة، وأحيي كذلك الإدارات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة. فكلنا مجندين إن شاء الله للخروج من هذه الأزمة ونأخذ بعين العبر من هذه التجربة.